كل عضو يعرف اسمع المستجاب. ثم اذا لقى تغيير او تحويل دار الجماعه كما قال الحسين مبروك ولا قلت المذكره ديالكم دابا انا هنا كتقولوا في الفكره ديالكم كتقولوا تحويل دار الجماعه حنا الاحداث الملحقه راه عندنا مخرج نجلس هنا في انتظار شي حويجات اللي خصو يتوفروا باش يمكن لينا نديروا الملحقه نطلقوها راه المقرر ماضي كريم خصك تقطيع الترابي ديال الملحقه لان ما غنبداش تقطيع لان غادي يكون عندنا نظام في الحلمه ديالنا كيفاش غتشتغل شكون فين تسجل لي تزاد واش هنا واش هنا خصها تقطيع وخصها بالتعاون مع السلطه المحليه ومع وزاره الداخليه كيفاش كتتم هذه المسائل عاد وكيتصادق ملحقات لما يمكن لنا ننتج ملحقات ومن اكثر ما عندها حتى شي مشكل اذا كانت موفره لي الموظف ما موفرش انا ما عندي حتى شي مانع ولكن المقر الاصلي الجماعه ديال الطعام فيما يتعلق شفت منكم تسلم التقرير بطبيعه الحال انا الجماعه اللي درناها قلنا احنا توافقيه تشتغل مجموعه انتم ما توفقتوش يعني هذا الدليل اللي ماشي موقع من الجامعه انا ما نشدوش حنا لا جيتونا كاملين مجموعين ومترابين حنا ما غنقولوا والله نصفقوا نقول لهم مزيان الاخوان وصلوا لواحد الدرجه وتوفقوا ما كان مشكل بما اننا ما كانش توافق قد نوليو ننطلقوا من النقطه اللي داروا بها كاين شي حاجه اللي كما قال الاستاذ السي محمد اللي شرح مزيان المسائل مشكور بزاف كاين شي حاجه ما عندها حتى شي حاجه وانا كنشوف كل ما كيطرح الاستاذ محمد الخير كتب لي حاجه هو اللي ما كاين مخطط اذا كاين شي حاجه بسيطه بحال نقول لهم غير نزيدوا إذا غادي الإخوان غادي نعطي الكلمة للمنسق نتاع المنطقة الجماعية أنا باش طرحتوا لي الضوء دائرة يعني غادي تطرح لها الضوء كما شفت في التعديل احنا حاجبين ما طرحناش اي ضوء لان احنا كنا نسيت الكثير العام وقضيت بين هذو المشاريع اللي اختار كل عضو من بعد ما كان المخطط احنا ما عندناش اقتراح ديالي لو كان كنت قالت ربما كنت غادي تعرف هذه الحاجه تما الحين ما عندناش ما عطاوناش لان كانت بعدا في الاول باين ما عندناش مقترحات ديال جميع الاعضاء باش نعرفوا شنو الاستاذ ديال السين اللي كان في المخطط راه كان نشوفوا السيد اشنو زاد باش ممكن ناخذوا من تما واحد المشروع اللي يقدر يهم الساكنه هذا تقدير المجهود ديالهم هما اللي داروا زادوا الضوء قالوا اودي الحاج راه واحد النهار كان كيطالب هنايا يعني راه كيقول لهم خليتوني بلا ضوء باقي الدواء باقي بعض السكان فهذا هو اقتراح ديال الاخوان الربعه لو كان كنت جالس ربما كان في اتجاه اخر هذه الحويجة اللي بغيت انا نعقب عليها كان نريد نقول بان هذه اللجنه اللي كانت معينه من طرف المجلس دارت الخدمه ديالها وكان النشاط وحنا هذا المخطط ما كنقولوش ان هذا المخطط جا من فراغ حنا كنشكروا هذا